أيضا بهذه الشعارات ومنطلقة في سن لقاية والخمسة كيلومترات. انطلق مع الشوط الثامن، هناك أيضا مخصص للجعدان مهجنات الأسائل، أسيرة دائما مع المقدمة والمركز الأول. الحذر، هناك من يأتي على الصدارة في هذه اللحظات، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان برشيد، هناك من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، وصل غازي، هناك أيضا من يتواجد بشعار هجن الرئاسة، وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي هنا في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث، وصل الواصل على ثالث المراكز أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفهد هناك بن حسين النعيمي في عملية فهد بن حسين النعيمي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، والوصول ايضا من شعار هجن الرئاسة مع هملول، وهناك علي بن ميل الوهيبي الظافر من يقدم هنا هذه الانطلاقة في هذه اللحظات. انتقل مباشرة هناك اعزائي المشاهدين مع المركز الخامس في هذه اللحظات. الله الله الله، هناك اعزائي المشاهدين مع خامس المراكز، الوصول من هذه الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات، الوصول من الواصل، يا سلام، ولكن شعار هناك ايضا الشعارات القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات، يا سلام، هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير من يقدم هناك مغري في هذه الانطلاقة، ولكن هناك ايضا هناك القدوم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، القدوم والقادم أحلى هنا في هذه اللحظات، القادم أحلى في هذه اللحظات، وهذا الانطلاق الجميل في هذه الذيب. هناك هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير هنا، الوصول هنا من هذه الشعارات من خلف المراكز الخلفية. أعود إلى الصدارة، أعود مع المقدمة مع المركز الأول هنا، والتحديات الجميلة والمقدمة هناك مع شعار هجن الرئاسة، من يقدم هذا الاسم مع غازي غازي غازي. انطلق غازي على الصدارة وغزا غازي، ولكن هملول من الجانب الايمن، وانطلاقة هملول شعار هجن الرئاسة، علي بن ميل الوهيبي الظافر هناك على الصدارة، الظافر مع المقدمة، ولكن غازي على المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي، ولكن شوفوا من القادم، شوفوا من المنطلق في هذه اللحظات، الوصول من الذيب، وصل الذيب هنا شعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير هنا مع الواثق هناك في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الرابع في هذه اللحظات، حصاد هناك ايضا من حصد المركز الرابع في هذه اللحظات، شعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير هنا مع الواثق، ولكن التحديات من رعد، وهناك ايضا الوصول من شعار هجن الرئاسة، راشد بن محمد بسم المنصوري هنا، المستحيل وصل هنا مع هذه الانطلاقة، انطلاقة رعد. المركز السابع من القادم في هذه اللحظات، وصل هناك مغري شعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير هنا، الأمور في خطر، المنحنى الأخير، المنحنى الخطير، وما زال هملول على الصدارة، ما زال هملول مع المقدمة، مع المركز الأول، شعار هجن الرئاسة، هناك أيضاً الظافر، ظافر المضمرين، من يتابع هذا الشعار، يتابع انطلاقة هملول، المركز الثاني، وصل شعار هجن العاصفة، الذي دائماً هنا يقدم الأصالة في هذه اللحظات، حصاد هنا، شعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث، شوفوا من القادم، شوفوا من الواصل هنا، ايضا رعد، وصل رعد، شعار هجن الرئاسة هنا، ايضا من يتواصل، راشد بن محمد بسم المنصوري على المركز الثاني، ولكن القدوم والزحف هنا من المراكز الخلفية في هذه اللحظات، الكل
الجول الأخير الكيل الخطير، دخلنا في الغلاف الجوي، دخلنا في العد التنازلي من هذه اللحظات. شعار هجن الرياسة مسيطرة هنا، سيطرة كاملة على الصدارة على المقدمة مع انطلاقة هملول وانطلاقة هناك رعد، ولكن يختلفون الفطاحلة، يختلفون المضمرين هناك على الصدارة. هناك أيضا شعار هجن العاصفة في هذه اللحظات، حصاد هناك بدأ يحصد على المراكز الأمامية أيضا هنا في هذه اللحظات، حمد بن راشد بن غدير الواثق هنا، ولكن هناك أيضا الظاهر وهناك المستحيل في صراع واحد، في تحدي واحد، في مسار واحد، في عاصمة الميادين، ولكن هناك أيضا هملول 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 على الصدارة على المقدمة مع المركز الأول، الشعار الأحمر الذي دائما يمر مع هناك الصدارة والمقدمة. الله الله هملول وانطلاقة هملول، شعار هجن الرياسة وعشاق الرياسة، تحديات الرياسة هنا أيضا. هناك أيضا هناك ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي هناك ينطلق مع انطلاقة هملول، فتهانينا تهانينا لهذا الشعار، وتهانينا لعلي بن ميل الوهيبي لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. المركز الثاني حصاد أيضا من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية، المركز الثالث أيضا شعار هجن الرياسة وراشد بن محمد بسم المنصوري مع العد، بينما المركز الرابع كان شعار هجن الرياسة وحامل رقم 26 مثير، وهناك مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي المميز، بينما المركز الخامس كان من نصيب هناك أيضا التحديات من مشوش شعار هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدية. أعود مع التوقيت الزمني لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية، التوقيت الزمني لحظات الوصول، هناك أيضا من هملول شعار هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي الذي دائما يتابع من خلف هذا الشعار، فشكرا يا الظافر وتهانينا والناموس لشعار هجن الرياسة. فسبع دقائق بلا شك وتسعة وعشرين وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني لحظات الوصول هناك من ثاني المراكز، وكان من نصيب حصاد هناك الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، سبع دقائق 31 ثانية ثلاث اجزاء من الثانية. المركز الثالث والوصول هناك بالرعد، وهناك ايضا والوعد كالرعد هنا من شعار هجن الرياسة، سبع دقائق 32 ثانية وفاء وتماما وكمالا. فتهانينا أيضا للسيد راشد بن محمد بسم المنصور. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نذكر بانطلاقة الفترة المسائية وأشواط الذهب المنتظر بإذنه تعالى سوف تكون الانطلاقة في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم، كما نذكر أيضا بالتوقيت الأفضل هناك مع هملولة من هجن الرياسة صاحبة أول أشواط المهجنات، سبع دقائق 24 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية بقيادة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي، هي صاحبة التوقيت الأفضل، بينما انطلاقتنا المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم.